مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى عدد جديد من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد. حيا الله اهل بلاد الرافدين، حيا الله محبي كلمه الحريه، الكلمه الصادقه، الكلمه التي تحفر في وجدان الامم والشعوب. حياكم الله في كل مكان. في هذا العدد نستضيف شاعره فلسطينيه مقيمه في الدوحه، سقتها فلسطين رحيق الحريه وظلت على امل بمصافحتها يوما ما، على امل الشمس لا تزال تكتب. الشاعرة إيمان بدران ضيفتنا عبر سكايب من الدوحة. حيا الله الشاعرة إيمان بدران، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، أهلا بك. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله عز وجل. أتشرف بهذا اللقاء على قناة الرافدين، وتحياتي لكل المشاهدين الكرام. أستاذة إيمان، مباشرة دعينا نذهب إلى الأسئلة. ما قيمة الشعر والكلمة في زمن الأوبئة والأمراض والكوارث وربما الحروب؟ هل للكلمة قيمة وتأثير؟ دعوني أبتدأ منذ البدء. فالكون كلمة، والإسلام كلمة، للكلمة تأثيرها العظيم كما تعلم على كل الناس وكل البشرية. فبالتالي هذه الكلمة إذا قلتها في زمن يحتاج الناس إلى من يرفع معنوياتهم ويشجعهم، فذلك أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا. هذه الكلمة قد ترفع معنويات إنسان، وقد تنزل من معنوياته أو تحبط معنوياته. الكلمة لها مفعول السحر، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة. فالكلمة لها مفعول عظيم عند البشر، سواء في معركة الحروب المباشرة أو في معركة الأوبئة التي ما نزال اليوم تخوضها البشرية جمعاء. وبالتالي للكلمة فيها دور مقدام وقوي. فنحن الآن لا نملك الدواء، ولكن نملك الإرادة التي نستطيع من خلالها أو من خلال رفع المعنويات أن نمتلكها ونقودها نحو بر الأمان النفسي أولا، ثم لإيجاد سبيل الخلاص من الأوبئة ومن الحروب ومن غيرها. نعم، جميل جدا هذا الجواب وهذا الإسهاب. إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الحرية في نفس الشاعر بعيدا عن الكتابة، هل ترين أن الشعراء في زماننا على قدر كلماتهم قولا وفعلا، أم أن زمن التضحية القديم ربما انتهى ولا يمكن أن تتوفر نماذج من شعراء وكتاب يدفعون من حياتهم ودمائهم ثمنا من أجل القيمة التي ينادون من أجلها؟ لنكن متفائلين قليلا. أي نعم، نحن الآن نفتقد إلى الشاعر القائل العامل بشكل عام، ولكن لنكن متفائلين قليلا ولنقل إن الإنسان الذي يستطيع أن يكتب للحرية هو بالنهاية لديه بذرة من هذه الحرية. فأنا كشاعر، وأنت تعلم ذلك أخي أستاذ مصطفى، أنا كشاعر لا أستطيع أن أكتب شيئا لا أحسه أو لا أشعره. نعم. لذلك حينما أكتب بيتا للحرية أو بيتا للكرامة أو بيتا للدفاع عن الحق والحرية، أنا أكتب شيئا من مشاعري، من ذاتي، من دمي. هذا يجعلني أقول إنه سيكون هناك. ربما الآن لا نجد هذه النماذج لأننا لم نبحث عنها بالصورة التي يجب أن تكون، ولكن أرى أن هناك نماذج ستصعد وسيكون لها دورها الكبير مستقبلا أو حاليا في الأزمات أو في الوقت المناسب لكي تظهر هذه الروح الشاعرة العاملة بما تقول. أحسنت أستاذة إيمان. إلى بواكير القصائد التي تبذر في الصم الآذان وتبث في النفوس الأمل، إلى أولى القصائد، ماذا ستقرأين علينا؟ سأبدأ معكم بلحن عن الغربة والحنين. أقول فيه: على جرحي بسطت لكم جناحي، وغالبت العظيم من الجراح. أضأت لكم شموعا من عيوني، وبيداء النوى مثل المراح. وكيف لمن يغيب عن الروابي ويسهر في التأمل للصباح، وينظر في وجوه ليس يدري أخير في الحنايا والجناح. فلا خل تربينا سويا.
جميل فلا جميل خل جدا. تربينا سويا ولا عصفور يبكي في انشراح ولا الأيام تجري بين أصبعي ولا ليتك تعيدين آخر بيتين، ليتك تتفضلين بإعادة آخر بيتين لأن الصوت تقطع قليلا سيدة إيمان، تفضلي. ولا الأيام تجري بين ربعي ولا أهلي على حين اصطباحي ولا ضحكات أمي وهي تحكي عن الأحباب إذ مروا بساحي ألا سقيا لبيت الأهل رعيا للقياه على روح وراح متى يا قلب ترتاح الحنايا متى يا قلب ترتاح الحنايا ونرجع فوق بسط من رياح. جميل هذا المختتم وإن كان فيه من الحزن والألم ما يعني يضيف جراحات على الكبد المقرحة. متى ستكون هذه العودة شاعرتنا الفلسطينية إيمان؟ وإن كان الكثيرون يرونها بعيدة، كيف لها أن تكون قريبة كما تزعمون؟ يقول متشائم. أما أنا فأقول إن وعدا وعده الله سبحانه وتعالى بنصرة المظلوم لا يمكن أبدا أن يكون مجرد تفاؤل. وعد الله الذي جاء في كتابه العزيز وكذلك همم الأجيال الجديدة، يعني هؤلاء الأطفال الذين ينشأون على حب الوطن وهؤلاء حتى الشعراء الشباب الذين ما زالوا وهم جيل الثاني والثالث بعد النكبة ما زالوا يتغنون للوطن وللعودة، هؤلاء إذا زرعت العودة فكرا في عقولنا ومشاعرا في قلوبنا ومشاعر في قلوبنا هذه العودة ستصبح يوما ما واقع. هل هذا يحدث؟ هل هذا يحدث اليوم في المشهد الشعري العربي، في المشهد الشعري الفلسطيني، تعزيز وترسيخ قيمة العودة؟ هل يحصل اليوم تماما كما كان يحصل بالسابق أم أن مشاغل أخرى اليوم أخذت اليوم الناس عن هذه العودة؟ أنت تعرف الآن أن هناك مشاغل تشغل الناس، ولكن أنا أقول لك بالرغم من هذه المشاغل أنا أيضا لست فقط أكتب وأتناسى، أنا أيضا أتعامل مع أجيال جديدة. هناك من هذه الأجيال من يطمح إلى أن يرى فلسطين ولو في الحلم. فلماذا نحن دائما ننظر إلى الجانب الفارغ من الكأس؟ أي نعم هناك أناس فعلا أضاعتهم الغربة وتاهوا بعيدا، ولكن هناك آخرون ما يزالون يحلمون بهذا الأمر، ومن يحلم بشيء سوف يفعل المستحيل لأجل أن يتحقق. لكن أستاذ إيمان قد يقول عربي لكم أين فلسطينكم؟ ألم تضيعوها؟ ألم يضيعها هذا الأصفر وذلك رفيقه الأخضر وألوان شتى اختلفت عليها واختلفت على الكعكة إن صح التعبير؟ أين أنتم من فلسطين واقعاً لا قولاً فحسب؟ هذه الرسالة ليست للشعراء وإنما ربما تكون بلسان الشعراء موجهة للساسة. لماذا لا يكون هؤلاء السياسيين على قدر أو السياسيون على قدر الشعب الفلسطيني المناضل؟ أستاذ هلأ الكلام هنا لا نتحدث نحن في وارد السياسة البحتة، إنما نحن نتحدث في وارد الفكر والعقيدة. نعم. برأيي هذا الاختلاف الموجود في الساحة الفلسطينية هو اختلاف فكري قبل أن يكون اختلافا سياسيا. فلو كانت البوصلة موجهة إلى فلسطين وكانت الآليات موجهة وطنية خالصة لن يكون هناك خلاف بين الألوان. أحسنتي. بل ستجتمع ألوان العالم الفلسطيني لتشكل بوتقة شاملة نحو ودربا شاملة ينير لنا طريقنا نحو القدس ونحو فلسطين. نحن الآن نفكر وعلينا أن نعيد إنتاج الأفكار مرة أخرى. نعم. إنتاج البوصلة وإعادة البوصلة نحو القدس، أن تكون القدس هي البوصلة فقط، فلسطين هي البوصلة لا شيء آخر. أما أن نضيع أنفسنا في تفاصيل صغيرة هنا وهناك هذا سيجعل حتى الأجيال الجديدة سيجعلها لا تعرف إلى أين تتوجه. نحن دورنا كمفكرين، الشاعر يا أخي
هو مفكر، هو قائد، هو يقود مجموعة كبيرة من الناس الذين يستمعون له. بيت شعر قد يغير حياة إنسان. نعم. طبعا هذا الكلام أنا لا أتكلم فيه لأنني أكتب الشعر، وإنما الواقع يتحدث بأن الكلمة لها تأثير. نعم. وإذا كنا كذلك فعلينا أن نكون نحن الذين يقودون عقول الأجيال وعقول الآخرين نحو فلسطين ونحو ذلك الهدف الأكبر ألا وهو العودة. ربما قذيفة من كلام تصنع ما تعجز عنه ألف قذيفة من حديد. خذينا إلى قصيدة جديدة لا قذيفة، تفضلي أستاذة إيمان. حسناً، الآن سأقودكم إلى حلم العودة. هي سامعاً في القلب نبض مشاعري قد جاوزت في حدها المعقولة، ما عاد للإعراب فعل قد مضى، غاب الضمير فأضمر المفعول، والفاعل السفاح أسكت معربا فتقهقرت كل الحروف أفولا. يا سائلي ماذا أقول لأجلها؟ ليتك تتكرمين بإعادة البيت الأخير مجددا أستاذة إيمان، تفضلي. يا سائلي ماذا أقول لأجلها؟ وهل القصائد تبدو مؤسفة؟ هذه فلسطين الهمة. مرة أخرى على ما يبدو أن هناك خللا ما بالصوت، سنتعبك قليلا بإعادة البيتين والاستقرار أثناء القراءة بحيث لا يحصل خلل بالصوت مجددا، تفضلي آخر بيتين لو سمحت وأكملي. يا سائلي ماذا أقول لأجلها؟ على ما يبدو أن هناك مشكلة ماثلة أمامنا بالصوت، سنخرج إلى فاصل قصير ريثما يعني نتمكن من إصلاح هذا الخلل أستاذة إيمان. على أي حال متواصلون معكم أعزائنا المشاهدين، الآن هي فرصة من أجل الوطن والوطن الذي نحب، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطن المسلمين الأول، إلى قصيدة قاب الشمسين مع الشاعر السوري الجميل جدا الشاعر أنس دغيم. نتابع هذه القصيدة ومن ثم نعود لنكمل في رحاب الشعر الفلسطيني والعربي والإنساني الجميل الذي ستصحبكم به في وقت لاحق من هذه الحلقة الشاعرة إيمان بدران. لكن الآن نتابع الشعر أنس دغيم وقصيدة قاب شمسين، ابقوا معنا. قاب شمسين وهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحده كان حين كانوا نياما، حين لم يترك الكلام كلاما، وحده كان فوق طور التجلي ينهز الشمس كي تشع غراما، كانت الأرض قاب شمسين، كانت تتهجى من العطور الختاما، تتقرى ملامح الطهر فيها، فاصطفى الله للجمال إماما، ليس أعمى من لم ير النور، لكن كان من فرط ما رأى يتعامى. بعد يتمين قام أجمل طفل ذاق فوق الذي يذوق اليتامى، يمسح الحزن عن ملايين كانوا قبل أن يمسح اليتيم أياما. إن من أرضعته لم تك تدري أنها ترضع الندى والغمامة. كان أنقى من ماء زمزم ماء، ولأرقى الأخلاق كانت تماما، وهلالا رأته عينا بحيرا فنوى حينما رآه الصيام.
كان لليل ما له وعليه، ولقلب توسد الآلام أن يكن الغرام فيه لماما ويهيج الغرام فيه لماما. في هزيع من الأماني وما في جعبة الروح، غير نور تسامى سبق الفجر، ثم شد فؤادا نحو غار من صخرتين وغاما. بين تلك التلال مر سريعا كاليمام الذي يمر يماما، وتسللت خلفه، كان شيء ليس كالشيء حوله يترامى، شفق هالة ضياء وثوب تحته خاتم ومسك خزام. إن غارا بنعله قد تزيا، هو أعلى من السماء مقاما. إن غارا بنعله قد تزيا، هو أعلى من السماء مقاما. ليس أغنى من الذي حاز ملكا ورأى الخل نعمة وإداما. يعظم الشعب بالذي فيه شأنا، وبهم لا ترى الخيام خياما. إن من كان للدراويش بيتا صار للطائفين بيتا حراما. قمر واستدار لحظة مرت ريشة من جناح جبريل قام. لم يكن يحمل البراق نبيا، حمل الطهر كله والسلام. بين هاء الهدى وتاء التجلي لم يضل الفؤاد إذ هو هاما. الذي قام من أناه يتيما، كيف صلى بالأنبياء إماما؟ عيروني بأنني حين أهوى أخلع القلب للحبيب هياما، وبأني أطير من عش روحي نحو روحي الذي أحب حماما. حينما ظللتك غيمة عطر كنت في ركبك الشريف غلاما، كنت أسقي عنادل الشعر سحرا وأربي في رحلك الأحلام. أنت لست الذي أحب تماما، أنت فوق الذي أحب تماما. وأنا من أنا، وما كنت كعبا لأصوغ الهوى ولا الخيام، غير أني جملت شعري فاخلع بردة منك تستر المستهام. نرحب بكم مجددا أعزائنا المشاهدين الكرام في هذه الحلقة من بيت القصيد، وبعدما استمعنا لهذه القصيدة من الشاعر أنس أدغيم، نعود إلى ضيفتنا في هذا العدد الشاعرة إيمان بدران من فلسطين ولكنها مقيمة في الدوحة. نريد منك شاعرتنا الآن قصيدة عن العودة إلى فلسطين، هذا الحلم الذي سيكون يوما واقعا وإيمانا راسخا لا مجاملة فيه ولا مساومة عليه. إلى القصيدة تفضلي. يا سامعا في القلب نبض مشاعري، قد جاوزت في حدها المعقولة، ما عاد للإعراب فعل قد مضى، غاب الضمير فأضمر المفعولة، والفاعل السفاح أسكت معربا، والفاعل السفاح مجددا، والفاعل السفاح أسكت معربا، فتقهقرت كل الحروف أفولا. يا سائلي
ماذا أقول لأجلها؟ وهل القصائد تبلغ المأمولة؟ هذه فلسطين الهوى وهويتي، هي قبلتي منذ القرون الأولى، لعيونها الأنغام تعزف لحنها، لعيونها الأنغام تعزف لحنها مجددا، لعيونها الأنغام تعزف لحنها، والحرف يقتحم اللسان عجولا. فغدا يغني الطير في أعشاشها، وأردد الأشعار عرضا طولا. الله، هقد رجعنا يا بلادي بالوفا، من كل أنحاء البلاد سيولا. ها قد رجعنا يا بلاد، عيدي، ها قد رجعنا، ها قد رجعنا يا بلادي بالوفا، من كل أنحاء البلاد سيولا. لفظ أفوك شاعرتنا، دعينا نتحدث الآن بشكل قاسي قليلا، ليس عليك وإنما على الفكرة والواقع. هل ترين أن القضية الفلسطينية لا تزال في موقعها، يعني المأمول من نفوس أبناء الأمة، أم أن الظروف التي يعيشها الكثيرون على امتداد الخريطة العربية والإسلامية الواحدة للأسف ألهت الناس عن فلسطين وأهل فلسطين وما يعانونه؟ كيف ترين وأين تقفين من هذه المسألة؟ إذا أردت أن أتكلم بمنطق، فإنني سأقول أن الوضع الآن ليس هو وضع فلسطين، ولكن دعونا نتحدث بقليل من الاستشراف. نعم، دائما المنح تولد من رحم المحن، وآخر الليل هو أشده عتمة. وهذا لا يعني أنني أنظر فقط بمنطق المتأمل من دون واقع. نعم، المنحة تولد من رحم المحنة. نعم، أحسنتي، تفضلي. الواقع يقول أن الأجيال الجديدة هي أجيال أكثر وعيا، ما كان لا يعرفه أجدادنا اليوم نحن نعرفه. لدينا الكثير من وسائل المعلومات التي يمكننا أن نعرف كل شيء. أطفالنا الآن يستطيعون من خلال هاتف صغير أن يعرفوا كل شيء يدور حوله، وهذا الأمر له آثار ستكون بإذن الله آثارا لصالح أمتنا وقضيتنا. فالأمة الإسلامية تحتاج أجيال أوعى، أجيال تؤمن بالفطرية وتؤمن بالفطامة. باعتقادك سيدة إيمان، شاعرتنا إيمان، باعتقادك كيف يمكن إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية اليوم بحيث تعود إلى موقعها الريادي في نفوس أبناء الأمة قاطبة؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟ الآن دعني أقول إن على المستوى الفردي ستجد فلسطين في قلب كل مسلم، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالأمور السياسية أو الاقتصادية أو غيرها، الأمر لدى أي مسلم في العالم يتعلق بعقيدة. هي قضية عقيدة وإيمان يجتمع عليها نقطة الجميع، لا يشك أحد فيها. ولذلك إن غابت للحظات فستعود. حتى الآن لاحظ معي أن مثلا على سبيل المثال في تونس، وهي مولد الثورات العربية، تجد قضية فلسطين حاضرة حتى في البرنامج الانتخابي للرئيس، تجد كذلك في كل البلاد العربية. تجد هناك من الذين ينادون بالتغيير أحد أهداف تغييرهم الوصول إلى فلسطين. صحيح صحيح، أحسنتي، هذا وارد وموجود الآن. ونحن يجب أن لا ننظر فقط إلى الظروف القاهرة التي تعيشها أمتنا. هذه الظروف القاهرة سيتولد منها أجيال عاشت المحن وعاشت المصاعب، وهي أقرب إلى فهم ما يعانيه الفلسطيني من الذين ترفهوا على مدى عقود ولم يعلموا شيئا. نريد منك الآن نصا جديدا بعد هذه الإجابة التي فيها حث لنفوس أبناء الأمة على حمل قضية فلسطين وإعادتها إلى الصدارة، إلى قصيدة
محببة إليك وتودين إلقاءها علينا الآن. ما عنوان هذه القصيدة؟ لك المنبر أستاذة إيمان، تفضلي. دعني الآن أختار شيئا ربما يكون خاصا بي لحد ما. تفضلي. هو يتعلق بمدينة الأصلية في فلسطين، مدينة اللد. جميل. أحيانا، لأنني زرتها مرتين فقط في حياتي، فأحيانا يغلبني الحنين إليها. لا مشكلة، على ما يبدو أن هذه من ضريبة التصوير المنزلي. ومن مشاهدينا الكرام، بهذه البساطة نخرج إلى فاصل، ومن ثم نواصل ما تبقى رفقة شاعرتنا إيمان بدران، الشاعرة الفلسطينية المقيمة في الدوحة. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. ما زلنا مستمرين معكم في هذا العدد من برنامجكم بيت القصيد، مشاهدينا الكرام، رفقة الشاعرة الفلسطينية إيمان بدران من الدوحة عبر سكايب. أهلا وسهلا بك مجددا أستاذة إيمان. أهلا بك. يعني بعفوية الأطفال التي ربما تفرض علينا حديثا مختلفا هذه المرة، وإن كان الحديث دائما في سياق الشعر، كيف يمكن تعويد الأطفال على حب الوطن باعتقادك؟ هل يمكن للقصيدة أن تغرس في نفوس الناشئة حب الأوطان فيتقبلوها كأدب مثلا يتناسب مع عمرهم، وبالتالي يقودهم إلى فكرة التمسك بحقوق أبائهم وأجدادهم؟ إليك الكلمة من بعد المشهد الطريف الذي فرض نفسه علينا قبل قليل. الآن في هذه الأجواء الأطفال لديهم الكثير ليفعلوه، ولديهم الكثير ليقدموه من بعدنا. لذلك نحن في هذه الأيام نراهن عليهم. الكلمة، تعرف طبيعة الأطفال أنهم يحبون اللحن ويحبون الأناشيد، وهذه الألحان والأناشيد سوف تغرس إذا كانت هادفة وكان لها مضمون موال لقضيتهم الأساسية، وهي قضية فلسطين وغيرها من القضايا العربية، قضايا الحق والحرية. هذا سيجعل من الأطفال لديهم أو تغرس العقيدة وتغرس الأخلاق وتغرس حب الوطن وحب الحرية في قلوبهم، سيكون ذلك مهما جدا وغاية في الأهمية إذا نظرنا إلى أن هؤلاء الأطفال هم مستقبل هذه الأمة. في النهاية هم الأمل الواعد والكلمة. إذا بدأنا في تنشئتهم وتلقيمهم تلك العقيدة كاللقمة في الفم، فإن ذلك سيصنع جيلا أو أجيالا مختلفة عما سبق وتكلمنا عنه من البعد عن فلسطين أو نسيانها أو جعل هناك أولويات أخرى عليها. نعم. إلى الشعر مجددا أستاذة إيمان، ماذا ستقرأين علينا هذه المرة؟ اختاري أي من القصائد التي بين يديك. نعم، ربما له علاقة بالأطفال وهو يذكرني بطفولتي. أقول: رياح الوجد تعصف بي، تبعثر بالجوى قلبي، إلى حيث الصبا تهفو، إلى الجيران والصحب، إلى ضحكاتنا تعلو، وجعجعة على الدرب، أحن لبلبل يشدو على الأغصان في عشبي، وكأس الشاي في عصر مع النعناع لي يسبي. جميل. أحن إليك يا داري وزاد من الجفا كربي، هواها عاطر الأنسام، روح العاشق الصبر،
فلسطين التي أهوى تراها منبع الحب. دائما فلسطين هي منبر الحب، شاعرتنا إيمان، وهكذا يؤمن العراقيون وكل الأحرار في موطننا أو في وطننا العربي وعلى امتداد العالم أجمع. يعني كل الأحرار لابد أنهم يؤيدونك. تفضلي. بأمر مهم، يعني نحن في فلسطين هناك رابط عميق بيننا وبين العراق. لقد تحمل العراق كثير معنا وكان دائما مساندا لقضيتنا. نعم. وأتذكر ربما من الأمور التي تؤلم جدا، أتذكر حادثة لجار لنا حين سقطت بغداد بيد الاحتلال. الأمر كان صاعقا جدا، فجاري في المخيم لم يستطع تحمل ذلك، أذكره تماما، يعني مجرد أن رأى الأمر لم يستطع تحمل ذلك وتوفي على الفور، لأنه كان جرح يمس الكرامة، كان الجرح يعني الذي عاشه ذلك الرجل يمس كرامة أمة كاملة، أمة كاملة، وهو لم يستطع أن يتحملها رحمة الله عليه. فالعراق وفلسطين جرحان، لكن في حقيقتهما جرح واحد، كلاهما يعاني من ضعف الأمة والاحتلال، ونحن معا بإذن الله إلى أن تعود لنا حريتنا وكرامتنا كأمة بأجمعها. على سيرة الجرح الواحد والمصير المشترك التي تفضلت بها في إجاباتك الأخيرة أو في يعني حديثك عن العراق أستاذة إيمان، لنتحدث عن فكرة الجهر بالحق ودور الشاعر في هذه المسألة. ما رأيك بالشعراء الذين ربما لا يتفقون مع الأفكار التي ينادون من أجلها، خصوصا إذا ما وضعوا في ميدان التطبيق العملي لمثل هذه الأفكار؟ أم أن الشاعر لا ينبغي أن يكون على قدر ما يقول من كلمة حتى في زماننا؟ نحن الآن يعني لنكن واقعيين، نحن الآن نتحدث عن إنسان شاعر وليس شاعر إنسان، بمعنى كثير من الشعراء هم ينظمون الشعر بشكل جيد وهم يستطيعون تحريك الجمهور كما يشاءون أو تحريك متابعيهم كما يشاءون، ولكن في النهاية هؤلاء الشعراء إذا وضعوا في امتحان سيغلب أحد أمرين، إما أن تكون الفكرة راسخة فتثبت ويكون الإنسان حينئذ إنسانا شاعرا، إنسان بمعنى يعشق الحرية يعشق الحياة، أو أن يكون ناظما للشعر لا إنسانا على حقيقة. أنا يمكنني أن أحضر أبياتا من الشعر وأنظمها، ربما أكون مغنم كمغنن أو أمر آخر، أستطيع أن أنظم أو أغني لفلسطين أو أغني للحرية، ولكنني هنا لست شاعرا بحق. فلو شعرت لو كنت شاعرا لخرجت كل كلمة من عمق الشعور، بالتالي كانت عقيدة. تمام. لذلك الله سبحانه وتعالى حين وصف الشعراء قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا بعدما ظلموا، أي كان كلامهم نصرة للحق، نصرة للعدل، نصرة للحرية. نعم. وليس مجرد أنغام تتلى. حينما نتحدث شاعرتنا إيمان عن فلسطين القضية، فإنها كما أكدت متربعة في صدور قلوب أبناء الأمة جميعا، لكن ماذا عن القصيدة الفلسطينية اليوم، لا سيما بعد يعني وفاة محمود درويش وكبار الشعراء الفلسطينيين الذين حفروا ونقشوا أسماءهم على جدار التاريخ الخالدة كتجارب شعرية ناضجة أثرت وأثرت، لكن ربما يتساءل سائل أين القصيدة الفلسطينية اليوم في يعني سياق السباق الشعري العربي من حيث الأثر والتأثير على العامة؟ أخي مصطفى، ربما تعلم وأعلم، يعني أنا وأنت في ذات السياق، بعد درويش هناك أقلام ظهرت على الساحة الفلسطينية، أقلام كثيرة يعني، وهناك محاولات جادة، يعني لعلني أذكر تميم برغوثي على سبيل المثال، و يعني لن أكون متجنية إذا قلت وأنت أيضا ونحن كل إنسان فينا أشكرك. الآن يقيم ويفعل ما يشاء أو ما يفعل ما يستطيع من أجل الارتقاء بالقصيدة الفلسطينية وبالشعر الفلسطيني ليكون بحق منافسا قويا على الشعر العربي. الآن القضية ليست، ربما يعني أكون أكثر انفتاحا إن قلت القضية
الشاعر الفلسطيني ليس هو من يملك الجنسية الفلسطينية، الشاعر الفلسطيني كذلك. هو كله من يحمل هم القضية على كتفه أيا كانت جنسيته وأيا كان مكان وجوده الآن. وأنت يعني كذلك كثير. وأنت كذلك أستاذة إيمان شاعرة وجدانية عالية، من باب إحقاق الحق ينبغي أن نقول أنك شاعرة صاحبة قضية وهدف ورسالة، تخضعين الشعر لأجلها وخدمتها وليس العكس، لكن تتفضلي بإكمال إجابتك قبل أن تتجهي بنا إلى قصيدة جديدة، تفضلي. حسناً، أيضاً أنا لدي تفاؤل شديد بالشعراء الشباب في فلسطين. طبعاً. هناك أقلام جيدة، وهو أقلام يعني تستحق أن ننظر إليها نظرة احترام وتقدير، ولعلني الآن كما تعرف كل فينة ما أخرى يصبح هناك تجمع للشعراء الشباب يريدون أن ينهضوا بأنفسهم، ولعلك تدعى إلى مثل هذه المجموعات التي نعم. تعنى بالشعر والأدب سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الأمور، ولعل المؤتمرات التي كانت سوف تعقد لولا جائحة كورونا صحيح طبعاً، أو التي عقدت بالفعل تجمع الشعراء العرب وغيرها من التجمعات التي حاولت أن تنهض بالقصيدة العربية، ومنها أيضاً الشعر الفلسطيني الذي هو بالنهاية صاحب رسالة إلى أن تتحرر فلسطين وتعود إلى أهلها وربعها. إلى القصيدة الآن، الفلسطينية أو القصيدة الوجدانية أو أي من أنواع القصائد التي تودين إلقاءها على مسامعنا؟ كلنا أذان مصرية، تفضل. القصائد اليوم كلها لفلسطين، كلها للوطن. أردت اليوم أن أخرج بصورة أخرى وأنعم بها من قصائد. أستاذة إيمان تفضلي، اقرأي ما تحبين. الآن سأتحدث عن قصيدة لها في داخلي مكانة، فقد كتبت لأجل أحد الشهداء الذي صور وهو ملقى وإلى جانبه بندقيته. تفضل. أقول فيها: بارودتي ودمي الذي يجري هناك يروي فصول حكايتي، عبق الشهادة طاح نفح أريجه ليظلل القدس العتيقة والحمى، وتصفق الروح التي عرجت إلى الأفلاك جدلا، حريتي هي غايتي. الآن تفتح لي معالج لم تكن يوما لتفتح بابها إلا لمن يرقى هنا. ألقيت ثوب منيتي ولبست ثوب الخالدين ورفعت صوت شهادتي إني هنا، وهناك بعض قصائد العشاق تنظر لي تستلهم العبق الميمم نحو أفياء النعيم. ذي رايتي أمسك بها، أنسج من الآلام عقدا وارتديه ليوم نازلة تحطم الأركان من بعد السبات، ليصرخ البركان رغم البرد يوقظ حارتي. خذ عهدتي واسلك طريق العابرين إلى الذرى، واترك عجاف العنز يأخذون بلحمها القدسي بعض كرامة الأنجاس. الطهر فيها وبها تعود الروح تنبش قبرها، وبها تعود الروح تنبش قبرها وتحاور الأذناب من بعد الذئاب بلكنة عربية مفهومة الإعراب. أمسك بها في وجهتي، فيها بقية قصتي وحكايتي. خذ يا أخي بارودتي واحمل معي هم قضيتي، هذه الأمانة التي تؤكد أن فلسطين أمانتي وأمانة الأمة ككل، كما هو العراق أمانة كل الأحرار في العالم أينما كانوا وحيثما حلوا. من جديد إلى سؤال مختلف قليلا وربما يكون مفاجئا، أستاذة إيمان، ما الذي تريدينه أنت بشكل شخصي من الشعر والقصيدة؟ هذا السؤال هو يعني فعلا هو مفاجئ في السياق الذي نقل إليه، ولكني سأجيبك بصراحة وعفوية.
الشعر بالنسبة لي هو باب لكي أخرج ما بداخلي في كافة الجوانب. على الصعيد الشخصي أنت تعرفني وتعرف أنني أكتب في كافة الاتجاهات. نعم. كافة الاتجاهات بمعنى أنا في النهاية شاعرة ومعلمة، وأريد لمن يتعلم مني ويأخذ عني أن يسبح في فكر صحيح، أن يفتح ذلك العقل ليخرج كل الأفكار التي لا تناسب التقدم والازدهار لنفسي كإيمان بشكل شخصي، وللأجيال التي أقوم بتربيتها وتدريسها على مستوى التربية والتعليم، وكذلك لأمتي ولأجيال قادمة هي تسمع وترى. يريد الإنسان فينا أن يسجل كلمة لله أولا وللوطن ثانيا. نعم. وللتاريخ، ويسقط عن نفسه ذلك الواجب. أنت تعلم أن العمل للأوطان والعمل لله هو واجب، أسقطه عن نفسي وأقوم به شغفا وحبا وشعرا وفكرا وفي كل الأحوال. هذا ما أريد من الشعر، أريد أن يكون شعري منهج حياة وفكرا منيرا للعابرين. إذا أردت أن توجهي رسالة إلى الشعراء العرب بشكل عام، بعيدا عن فكرة الشعر كفن وإنما الشعر كرسالة ومبدأ وهدف، فما هو الشيء الذي تودين لفت انتباههم إليه من أجل قضيتك فلسطين، من أجل قضيتنا العراق، من أجل قضية كل مكلوم وكل مجروح وكل من يشعر بالظلم على امتداد هذه البسيطة؟ رسالتك إلى الشعراء من أجل أمانة الكلمة، ماذا عساك قائلة؟ إيمان تفضلي. أقول لهم أنتم أصحاب كلمة مؤثرة، فيتبعكم الناس بدون وعي، يتبعونكم بعاطفتهم، فلتكن عاطفتكم موجهة لهم لكل خير، لتوجهوهم إلى الحق والحرية والكرامة والعدل والأمانة والإيمان والأمان والتسامح والحب، كل هذه الأخلاق التي نتحدث عنها، لتكن هي النور الذي يضيء كلماتكم. صدقوني إخوة الشعراء، أخوات الشاعرات، صدقوني لن تكون لكلماتنا ذلك التأثير العميق وتلك الرسالة الخالدة إلا إذا كانت نوراً لكل إنسان دربه معتم، وإلا إذا كانت فانوساً يضيء طريق الحق والحرية والكرامة والود والتسامح. إلى القصيدة نريدها عالمية. إلى القصيدة الختامية ومسك الختام، ما القصيدة التي تفضلين أن تختمي بها هذا اللقاء؟ تفضلي إيمان. سأختم الآن للقدس، وهي قصيدة كتبها للقدس وخاطبها، أقول لها: يا قدس عذرا، إن أتاك مهدد في ثوب غدر أو لباس جبان، أو ساح في عرض البلاد وطولها، لم يبق لي فيها صغير مكان، في كل شبر كل يوم قصة، يا ويح نفسي، يا لنوح زماني، في عاتقي حمل ثقيل نحوها، والضعف ينخر عاتقي وكياني، وكأنني شلت يداي عن الحمى، وكأن بي مسا من الشيطان، في صدري المكلوم ألف قصيدة، لكنما قد صودرت ألحاني، وأرى القصائد مثل نهر وجهت أمواهه ليصب في النيران، فالقدس تصرخ لا مجيب لصوتها إلا صدى قد عاد للآذان، وهي العزيزة لا تعود لمجدها إلا بمعمعة وفي الميدان، يا قدس أنا لست أبكي ضعفنا، يا قدس أنا لست أبكي ضعفنا، لكننا شخنا على الخذلان، يا قدسنا صبرا فصبرا، إنما بعد الظلام يحل فجر الثاني، يا قدسنا أنا لست أخشى ضعفنا، يا قدسنا أنا لست أشكو ضعفنا، لكننا نشكو من الخذلان، أعيد البيتين الأخيرين، لكننا شخنا على الخذلان، يا قدسنا أنا لست أبكي ضعفنا، لكننا شخنا على الخذلان. أي والله.
يا قدسنا صبرا فصبرا، إنما بعد الظلام يحل فجر ثاني. بعد الظلام يحل فجر ثاني، وحتما هذا الفجر قادم لا محالة مهما أطال غيبته علينا. سأسألك الآن خمس مفردات، سأطرح عليك خمس مفردات وتعطيني رأيك بكل مفردة بما لا يزيد عن سطر، يعني من تلقاء نفسك بعيدا عن المعنى المتداول والدارج لهذه المفردات. شاعرتنا أخبرك ما يخبرني إيمان. بقلب تفضلي. لا أكثر. دعينا نذهب تفضل. إلى المفردات مباشرة إذا كنت معي. المفردة الأولى، ماذا تعني لك البصمة؟ البصمة تعني أن أقول ما يرضي الله. الأم. عالمي الأول والأخير. التراب. أحافظ عليه من كل ما يشوبه. الأرق. لأسميه منبع القصيدة. المسافة. لا معنى لها في عرف المحبين. لا معنى للمسافة في عرف المحبين. أحسنت شاعرتنا إيمان. كلمة للتاريخ تسجل عليك ولك كذلك، موجهة إلى فلسطين التي تحبين والتي تنحدرين منها وتنتمين إليها، وكلمة إلى كل أحرار العالم في الختام. ماذا عساك قائلة من تلقاء روح نفس شاعرة؟ روح ونفس شاعرة عفوا، تفضلي. أما في فلسطين فلا يمكنني أن أقول شيئا إلا أنها تسكنني، بالرغم أنني الآن لا أسكنها، ويوماً ما ستسكنني وأسكنها. نعم. أما عن رسالتي للعالم، فلسطين لا تريد أن أحداً أن يساعدها. فلسطين ستعود بسواعد أهلها وسواعد الأحرار الذين يبحثونهم عن حريتهم في تحريرها. شكرا جزيلا شاعرتنا إيمان بدران الشاعرة الفلسطينية المقيمة في الدوحة. مضى الوقت سريعا وعلى خفة ظله، كان اللقاء جميلا. تسلم. نتمنى الله أن نراكم دائما على خير، وأن تكونوا أصحاب كلمة مؤثرة، وأن تتواصل رسالتكم السامية من أجل خدمة أبناء أمتكم التي تنتمون إليها. نعم، شرفت بك أستاذ مصطفى وبقناة الرافدين، وتحياتي للعراق وشعبها وللجميع. سعدت بكم وتحياتي لكم جميعا. شكرا جزيلا أستاذة إيمان. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر أو شاعرة أخرى، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. دمتم بخير، إلى اللقاء.